أهلا بكم أعزائي المشاهدين لحلقة جديدة من برنامج فضاء حر، نناقش فيها طبيعة الأزمة اليمنية والتوصيف الحقيقي لما يحدث وعلاقة التوصيفات بالحل ومشاريعه المطروحة. بعدما يقارب 3 أعوام من الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع، لا تزال مشكلة تعريف الأزمة القائمة تأخذ النقاش باتجاهات أخرى، فبين من يراها مجرد أزمة سياسية ناتجة عن انقلاب عسكري، وبين من يراها مشكلة أعمق ذات جذور اجتماعية تجد أصلها في نزعتين مركزيتين هما الهاشمية ورغبتها بإعادة الإمامة، ونزعة حصر السلطة في المركز واستعادة السلطة التي فقدها بخروج الرئيس المخلوع من الحكم إثر الثورة الشبابية الشعبية في العام 2011. خلال العامين الماضيين تبدت الأزمة بشكلها الأخطر ممثلة تهديدا وجوديا للهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي، مع ظهور نزعات تكرس الفئوية السلالية منها والمذهبية والمناطقية وغيرها من الفئويات التي بدأت ملامحها تتشكل مع أولى لحظات الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع، وهو ما يدفع نحو التأكيد على أن هذه الأزمة والحرب المرافقة لها لا تشبه سابقاتها من الأزمات، وتحتاج إلى ضبط مفاهيمها في الدرجة الأولى إذا ما أردنا الحصول على حل حقيقي في النهاية. ليس من الترف الحديث عن جذور الأزمة القائمة طالما أن عدم تعريف المشكلة يلقي بظلاله على شكل الحل المفترض، وطالما رأينا مشاريع الحل المطروحة تنزع باتجاه وضع حلول تصلح للتعامل مع أزمة سياسية عابرة وليس مع مشكلة حقيقية تهدد مستقبل البلد على نحو مماثل للتدمير الذي سببته للحاضر. في هذه الحلقة سنحاول وضع مفاهيم الأزمة اليمنية في الميزان في محاولة لبحث أصل المشكلة القائمة وشكل الحل المفترض، وسيكون معنا من صنعاء المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي ومن مأرب الكاتب الصحفي يحيى الثلاية. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بالسؤال المشترك: ما هو التوصيف المناسب للأزمة اليمنية؟ والبداية معك أستاذ عبد الوهاب الشرفي. خير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين الكرام. وبالطبع يمكن توصيف الأزمة التي تعيشها اليمن بأنها أزمة غياب دولة. في الأخير لدينا أحداث ربما لو انطلقنا فقط من العام 2011 الوضع دخل في تأزم في هذا الجانب. كان هناك توجه كان يجب أن يذهب بالبلد في طريق آخر، لكن لملابسات معينة ومحاولة البعض أن يعيد نصف النظام الذي قامت عليه ثورة 2011 إلى المشهد من جديد، هذا الأمر هو الذي نحى بالأزمة في منحى آخر لتصبح القضية بدلا من كونها توجه باتجاه إنشاء دولة وفق معايير الدولة إلى محاولة اغتصاب للدولة من جديد. هذا الأمر بطبيعته ولد ردود أفعال عليه، استمرت المشكلة، المشاكل الموجودة أيضا في البلد تصاعدت بمختلف الجوانب لأنه لم يتم التوجه لعلاج أي جانب من الجوانب التي دفعت بالجماهير للخروج في 2011، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا يعني أي جانب، لم يجد الاتجاه للتخفيف من المشكلات التي دفعت بالناس للخروج. الأمر هذا تطور فيما بعد إلى صراع، جاءت أحداث 2014 على ذات يعني تفاعلات الخطأ الذي تم في 2011، بمعنى أن الخطأ الذي تم في 2011 حاول أن يستجر مشكلات كان المفترض أن تنتهي في العام 2011. نعم أستاذ عبد الوهاب، إذن هي أزمة سياسية بدأت أو تبدأ جذورها إلى العام 2011، هذه وجهة نظرك؟ يمكن أن نقول هكذا في الأخير. نعم، إذن طيب سأحيل هذا السؤال ذاته. طيب سأعود إليك أستاذ عبد الوهاب فقط، لأن هذا السؤال هو سؤال مشترك، سأحيله كما هو للأستاذ يحيى الثلاية. يعني ما هو توصيفك المضبوط يعني والحقيقي للأزمة أو للحالة اليمنية؟ مساء الخير عليك يا اختي اسوان وعلى مشاهدي قناتكم وعلى ضيفك العزيز من صنعاء. اولا اتفق مع الاستاذ عبد الله الشرفي بان المشكله في اليمن هي غياب دوله.
أو إشكالية وجود الدولة من عدمه في الأساس، لكن محاولة إلقاء التهمة على 2011 أو رد بداية الإشكالية التي تعاني منها اليمن إلى ثورة 2011 وتحميلها الأخطاء التي تعاني منها البلاد اليوم، هذا إجحاف كبير. يتحدث الأستاذ عبد الوهاب الشريفي أن هناك من أراد قبول نصف الثورة في النظام، قبول نصف النظام في الثورة، ويقصد بذلك المنضمين للثورة من القوى العسكرية والقبلية، فيما هو يتناسى أن من قامت الثورة ضده جاءت حركة الحوثي لتعيده إلى النظام لتعيده إلى الدولة وتتحالف معه لاحقا. فعلا لدينا إشكالية متعلقة بغياب الدولة، لكنها أقدم من 2011 وأقدم من 22 مايو 90 وأقدم حتى من يعني تمتد لقرون. منذ جاءت الإمامة إلى اليمن خرجت اليمن من سياقها الحضاري والتاريخي وتحولت إلى إمامة دينية لا تعنيها الدولة. لعلك تلاحظي أن الإمامة الهاشمية في اليمن منذ أن جاء الرسي في نهاية العام الثالث في نهاية القرن الثالث الهجري أخرجت اليمن من دائرة الإمبراطورية الإسلامية الكبرى ومن دائرة الدولة الوطنية التي كانت قائمة وحضارة تمتد لأكثر من 5000 سنة، فأسمتها إمامة لم تعترف حتى بمسمى الدولة كملكية أو غيرها من الدول الأنظمة القائمة في بلدان العالم. جاءت ثورة 26 من سبتمبر كأول محاولة جادة لإعادة اليمن إلى الحضارة والتاريخ، وشهدت ما يشبه الدولة اليمنية ما يشبه الدولة الوطنية التي أقيمت على أنقاض الإمامة. ثم جاء بعدها ثورة 14 من 14 أكتوبر المجيدة التي حررت الشطر الجنوبي من الاستعمار. مرت هذه الفترة بأخطائها وسلبياتها إلى أن وصول علي عبد الله الصالح للحكم بدأ يخرج اليمن من دائرة الفعل الحضاري من جديد ويحول الجمهورية إلى شكل من أشكال المشروعات الشخصية. وتوريث وفي الفترة الأخيرة بدأ ينحو باتجاه منح الحكم لتوريثه لعائلته وحكره في أسرة معينة. للأسف الشديد لم تكن وحدة 22 مايو يعني نقطة انطلاق جديدة في بناء الهوية في بناء الدولة الوطنية، لم تخرج من المركز الزيدي والهاشمي الذي كانت فيه الدولة طيلة قرون ماضية. أبقت علي عبد الله الصالح رئيسا للبلد وأتت بعلي سالم البيض وهو علي عبد الله الصالح الزيدي المعروف، وأتت بعلي سالم البيض وحيدر العطاس الهاشميان لنائب رئيس مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة، مما يعني ذلك أن الإشكالية ظلت حاضرة. وجاءت ثورة 11 فبراير كمحاولة شعبية جادة لإعادة الاعتبار لتاريخ اليمن الحضاري ومخزونها النهضوي ومخزونها التاريخي المجيد، لكن هناك من أجهضها وندرك جميعا. نعم، إذا مشكلة تاريخية عميقة سيد إلا أنها ستنتصر. إذا أنت تعزو أن المشكلة أعمق بكثير. نعم. من 2011 وحتى 90 وحتى 26 سبتمبر تتحدث عن تاريخ قديم لهذه المشكلة متمثل بالإمامة. سيد عبد الوهاب الشرفي، كيف تنظر إلى هذه المقاربة التي طرحها ضيفنا يحيى الثلاية، خاصة إذا ما وجدنا أن هناك فعلا تشابه كبير بين ما يطرحه السيد يحيى الثلاية وبين ما وجدناه على الواقع من تحولات حقيقية إبان أو بعد يعني أحداث أو الانقلاب في 2014؟ وطبعا فقط أود أن ألفت نظر أخي في مأرب إلى أنه يجب أن نميز نحن بين قضية هل عودة الرئيس السابق علي صالح إلى المشهد كانت فعلا أم كانت رد فعل. في الأخير هو يعرف تماما بأن أطراف محددة في ثورة 2011 هي التي ذهبت باتجاه نصف النظام، والطرف الآخر كرد فعل ذهب إلى النصف الآخر، يمكننا أن نقرأها بهذا الشكل. النقطة التي تحدث عنها في الأخير لو سلمنا بها، أنا أعتقد أننا ندين الجمهورية ابتداء. نحن لنا الآن 50 عاما، إذا كان 50 عاما مضت دون أن تستطيع النظام الجمهوري بناء على وجهة نظره أن يرسي واقعا يعني يستطيع أن يستقر في ظله كل المكونات في البلد وعاد طرف معين للاتجاه في هذا الاتجاه، وبالتالي الخلل هو في النظام الجمهوري بناء على قراءته. لكن المسألة ليست هكذا على الإطلاق. نحن لدينا خلل دولة. عندما جاء النظام الجمهوري هو لم ينحو تماما باتجاه دولة، لكن كانت نوعا ما أفضل من ما هو موجود حاليا على كل حال، لكن لم تكن معايير دولة التي تضع الجميع أمام مقياس النظام والقانون. كان هناك حالة نفوذ واسعة،
كان هناك نوع من الفساد العريض، كان هناك من يعني شيء من عدم تكافؤ الفرص، هناك مشكلات إدارية كبيرة هي التي أوصلت إلى ما وصلنا إليه. لكن في نعم، لكن هناك أيضا من يطرح سيد عبد الوهاب الشرفي بأن كل هذه حتى الإشكاليات التي يعني رافقت الدولة أو رافقت حتى الحكم الجمهوري منذ 60 حتى الآن هي تدور حول نزعتين، هي النزعة الهاشمية التي تحاول العودة على شكل إمامة، وأيضا نزعة المركز الذي ظل خلال الفترة الماضية مسيطر على مراكز النفوذ في البلد، وهو كان أس الفساد في البلد خلال الفترة الماضية. هذا الكلام هو نوع من الاستخدام السياسي أساسا لتهييج الواقع للصراع لصالح طرف من الأطراف. في الأخير ليس هناك شيء اسمه نزعة هاشمية على الإطلاق، الموجود هو حالة من حالات الردود الأفعال ينخرط فيها هاشميين وغير هاشميين، القائد هاشمي على كل حال، لكن ليس هناك حتى الآن أي توجه رسمي يمكن بناء عليه أن نقول أن التوجه هذا هو لإعادة إمامة أو إعادة هاشمية. هناك ظرف معين تمثل في قضية أنه بعد 2011 تطور الحدث بشكل متسارع وجاء العدوان، وبالتالي كانت القوة الجاهزة ومحور الحدث هي قوة أنصار الله. هذا الأمر بطبيعته فرض أن تكون المواجهة معتمدة على هذا المحور، وبالتالي البعض يحاول أن يستخدمها بأنها قضية هاشمية وما هاشمية. طيب إذا أستاذ يحيى الفلاية، نعم أستاذ يحيى الفلاية، هل هناك توجه رسمي يمكن بناء عليه أن نتهم المسألة أنها باتجاه هاشمية؟ هذا الكلام أنا أعتقد أنه نوع من محاولة تهيج الواقع للاستقواء بالطرف الآخر ضد الأطراف الخصمة. نعم، إذا مسألة الإمامة ومحاولة استعادة الإمام من خلال ما حدث في 2014 هو مجرد تهيج الواقع ولا أساس له من الصحة ولا يوجد ما يؤيده على الواقع. أستاذ يحيى الثلاية. الأستاذ عبد الوهاب الشرفي أعتقد أنه يعلم الحقيقة جيدا، تكلم أن أنصار الله حد تسميته كانوا جاهزين بسبب العدوان وبسبب الفراغ الذي حدث في بعد 2014. لا أدري أي عدوان يتحدث عنه الأستاذ عبد الوهاب الشرفي. البلد أسقطت في يد الحوثيون، في يد الحوثي جماعة الحوثي قبل أن تأتي عاصفة الحزم، وقبل أن تأتي حتى كثير من التفاعلات والتدخل الإقليمي بطلب من الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وصاحب الشرعية الانتخابية. يدرك الأخ عبد الوهاب الشرفي النشاصات جماعته الحوثيون الذين ينكر أي نزعة هاشمية لديهم وصلت إلى سواحل بريقة قبل أن يأتي التحالف العربي، ويدرك أن قوات سلاح الجو اليمني التي سيطر عليها الانقلابيون ضربت القصر الجمهوري في المعاشيق بطيران، وحين كان يسكنه رئيس الجمهورية بعد أن هرب من صنعاء هروبا. يدرك كل هذه المتغيرات التي حدثت، ويدرك أن هناك تربصا، لن نتحدث عن حروب شهدتها البلاد، حروب صعدة منذ 2004 إلى 2009، وإنما عن تربص كبير بدأ مع السنوات الأولى للعهد الجمهوري الذي يحاول الأستاذ عبد الوهاب الشرفي أن يدينه. لن ندين النظام الجمهوري ولا نتهمه، بل النظام الجمهوري والفكرة الجمهورية بشكل عام هي أرقى ما وصلت إليه الشعوب الثقافات المعاصرة في اختيار وسائل الحكم لبلدانها، لكن سندين من انحرفوا بمسار الجمهورية، سندين من اخترقوا المؤسسات البلد في النظام الجمهوري، سندين الفساد الذي عشعش في مؤسساتنا وصولا إلى تسليم البلاد إلى الأئمة القدامى الجدد. نعم، طيب أستاذ عبد الوهاب، والعقفة طبعا. طيب أستاذ عبد الوهاب الشرفي، يعني عندما تحدث عن أزمة سياسية وحراك سياسي، برغم أنك أشرت إلى أنه كان الحوثيون مستعدون، وهذا التأهب والاستعداد لابد أن يكون له مبرر، يعني لماذا يستعد مواطنون عاديون لملء هذا الفراغ وهم حتى ليسوا جماعة سياسية؟ يعني إذا ما نظرنا إلى الواقع ما بعد 2014، نتحدث عن الانقلاب الرسمي على الدولة،
إعادة تشكيل بنية الدولة على أساس طائفي وفئوي، إحلال الوظائف العامة ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية ضمن فئة معينة هي المستفيدة منها، أيضا الاقتصاد الموازي الذي ظهر بعد الانقلاب أيضا والذي تسيطر عليه فئة بعينها، اللون الإعلامي والواحد والطيف الواحد ضمن الخطاب السياسي والإعلامي والذي أيضا يمثل فئة وجهة بعينها، تغيير المناهج الدراسية والمناهج الجامعية لصالح أيضا فئة بعينها، وأيضا التحشيد والتسليح وتغيير ديموغرافية صنعاء وما يحيط بها، كل هذه المؤشرات يعني يمكن أن نقرأها في إطار عمل سياسي أو أزمة سياسية طبيعية ضمن جماعة سياسية وطنية؟ نظام الجمهوري. أنا قلت أن حديث الأخ الكريم من مارب إذا سلمنا به فهو إدانة للجمهورية، لأن تفشل الجمهورية بعد 50 عاما ونعود للحديث عن إمامة. أما قضية الجمهورية كلنا نتجه باتجاه الجمهورية باعتبارها هي التي ترسي الحقوق السياسية للجميع، ولا يمكن أن يستقر الوضع في البلد إلا في ظل جمهورية، لكن جمهورية حقيقية وليست تذرعا بالجمهورية لصالح قوى نفوذ كما كان حاصل. بالنسبة للسؤال الذي سألت عنه، القضية كان هناك مشكلة ومضاعفات موجودة على الواقع، لا يمكن نحن على الإطلاق أن نعتبر أن ظهور أنصار الله أو وجودهم بهذا الشكل هي مسألة طرأت من لحظتها، لا، هناك مشكلة يعرفها الجميع بمشكلة صعدة لم يتم التوجه الصادق والجاد إلى معالجتها، بل تم التوجه لمعاودة الحرب عليها من جديد. كان الناس يتجهون للتفاوض وللخروج بمكررات من مؤتمر الحوار، وكان هناك خط آخر يترك الحوار جانبا ويتجه باتجاه السلاح باتجاه أنصار الله، واستمرت المعارك. هذا الواقع أوصلنا إلى واقع تمثل بأنه طيب، لكن هذا الواقع سيد عبد الوهاب الشرفي، إذا ما قطعنا مع هذه المرحلة، مرحلة حروب صعدة، وهي التي يعني لا يمكن تفسيرها إلا يعني ضمن توصيف متمردون ودولة، إذا ما قطعنا مع هذه المرحلة واتجهنا إلى ما بعد الحوار الوطني الذي وما بعد 2011 التي استوعبت هذه الجماعة المسلحة ضمن العملية السياسية، عودتهم لإسقاط الدولة بالسلاح، كيف يمكن تفسيره؟ كيف يمكن يعني تبريره وأنت تتحدث الآن عن عمل في إطار الجمهورية وفي إطار قيم الجمهورية وقيم العملية السياسية والديمقراطية؟ أولا، هو لا يمكن وصف ما تم في صعدة بأنه متمردون ودولة، كان هناك دولة تتصرف خارج صلاحيات أو خارج مفهوم الدولة، والدولة نفسها قد اعتذرت رسميا عما قامت به، واعتذارها هو كافي للرد على هذه المسألة. بالنسبة للنقطة الأخرى، نحن وصلنا إلى مرحلة بعد أحداث 2014 يتحمل نتيجتها الطرفين. كان هناك طرف متمثل في طرف هادي، هذا الطرف رفض على الإطلاق أن يقوم بأي إصلاحات وتغييرات على أسلوب إدارة الدولة بالشكل الذي يمكن أن يعني على الأقل يقطع، لو اعتبرنا أن هناك ذرائع لأنصار الله، لم يتجه لقطع هذه الذرائع على الإطلاق. وبالمقابل الطرف الآخر لم يقف عند حقه في قضية التمسك بمطالبه، وإنما اندفع لتنفيذها بنفسه. طيب، وبالتالي كلا الطرفين يتحملا قضية المشكلة المتعلقة بغياب الدولة، وليس فقط قضية أنصار الله. في الأخير ليست الشرعية ما الذي أراده الحوثيون عندما حاولوا أن يملأوا الفراغ أو إصلاح ما أفسده هادي كما تقول؟ هناك في الأخير متطلبات، كان أنا أتكلم عن تلك اللحظة، أنا لا أنكر على الإطلاق أن هناك تصرفات يمكن أن نصنفها بأنها غير سوية، لكن أنا لا أريد أن يتم توجيه هذه القضية كعصا ضمن الصراع. في الأخير لا يمكن على الإطلاق نحن أن نقول كل الخطأ يتركب على أنصار الله، بينما الأطراف الأخرى بريئة، وهي التي جاءت لتعيد الجمهورية، وهي التي جاءت لإصلاح الوضع. جميعهم هؤلاء ملوثون، وتاريخهم من النفوذ ومن الفساد يعرفه القاصي والداني،
ليست هناك وجوه جديده الان تتصدر المشهد في الطرف الاخر اصلا، حتى يعني نعتبرهم الان انهم رواد الاصلاح ورواد التوجه للجمهوريه. نعم استاذ عبد الوهاب، لكن حديثنا الان ليس عن فساد ونزاهه، نحن نتحدث الان، اعتذر منك يا استاذ عبد الوهاب. نعم يعني الحديث هو ليس عن مشكله فساد وفاسدين ونزهاء، ولكن عن مشكله امامه وجمهوريه، وهذا الطرح الذي يعني والتفسير الذي فسره الاستاذ يحيى الثلاثي. لكنك في المقابل استاذ يحيى لم تفكفك لنا هذه الفكره، يعني فكره امامه وجمهوريه. الاستاذ عبد الوهاب الشرفي يصر بان المشكله هي مشكله سياسيه بحته ناتجه عن فشل لاداره الدوله. نعم استاذ يحيى. بالتاكيد هي مشكله سياسيه، كل مشاكلنا وكل مشاكل العالم الثالث ومشاكل البلدان كلها تبدا من مشكلات سياسيه. محور الصراع في اليمن وفي غيرها من البلدان هو الحكم، وهي قضيه سياسيه بالتاكيد، لكن لو بحثنا في جذورها سنجد ان هناك ما يبررها يعني، او ما يوفرها التغذيه وعوامل التربص او ترقب الفرصه التي سماها الاستاذ عبد الوهاب تاريخيه، وهي متعلقه بالامامه، وللامامه امام وعكفي من طرفيها، سواء كان في المخلوع صالح او عبد الملك الحوثي ومن قبلهم غيرهم من الائمه وعكفتهم المعروفين. لا يمكن حصر القضيه بانها نتيجه 2011 ولا 2014. الاخ عبد الوهاب الشرفي هو يريد اليوم القول فقط ان هناك منهم شركاء للحوثي في جرمه. هذا تقدم رهيب وتقدم ايجابي باتجاه واعتراف جيد باتجاه تشخيص المشكله، ان يكون لدى الاخوه الحوثيون وحلفائهم في صنعاء اعتراف بانهم يتحملون المسؤوليه، وانما يبحثون عن شركاء يتحملون معهم المسؤوليه، فهذا خطوه جيده يمكن البناء عليها، ليس وفق قاعده كل واحد يصلح سيارته، وانما وفق مساءلات علميه، ومجرد اعتراف طرف من الاطراف بانهم فاعل رئيسي في الكارثه التي تتحملها البلد اليوم ينبني عليه الدراسه الكافيه من جهات او من اجهزه مختصه لبدايه معالجتها. انا اعتبر ما اعترف به الاستاذ عبد الوهاب الشرفي بدايه ايجابيه لحل حاله الاوضاع. ما هي الشواهد استاذ يحيى، ما هي الشواهد والدلائل على الواقع التي تؤكد الفكره التي انت تتحدث عنها الان، الفكره التاريخيه؟ نحن نتحدث عن اليوم. الفكرة التاريخية أختي العزيزة ندرك جميعا أنه ما هي الصفة التي يتحدث بها عبد الملك الحوثي اليوم؟ ليس إلا أنه سليل أسرة هاشمية يمارس دور الإمام، مستفيدا من دور قائد الثورة التي أوحته له التجربة الخمينية. نلاحظ الإغراق المهول لأجهزة الدولة بكوادر هاشمية وكوادر يعني كوادر هاشمية من مختلف مناطق اليمن، ونلاحظ أن هناك عسكرة وتطييف ومناطقي واسع وحكر لأجهزة الجيش والأمن والتوظيف في جغرافيا أو في مناطق أو في أسر أو في كانتونات معينة هي حليفة وتنتمي مذهبيا إلى ما يسمى المذهب الزيدي الطارئ على اليمن، وكلها تؤكد أن هناك استقرار واستعادة لأزمة تاريخية شهدتها البلاد وعودة إلى الجذور ينطلقون منها اليوم. ما نشاهده اليوم من إحلال غير مسؤول لمؤسسات الدولة بالعنصر الهاشمي والزيدي، سواء بطرفيه العنصر الإمامي الزيدي بطرفيه العسكري الهاشمي أو القبيلي، ينفي أي تهمة، ينفي أي حجة دفاع أو شبهة يمكن تبرير للكارثة التي تقع فيها اليوم. بإمكان الأستاذ عبد الوهاب الشريفي العودة إلى قائمة القرارات التي أصدرها المجلس السياسي أو اللجنة الثورية أو مجلس الوزراء أو القائم بعمل مجلس الوزراء أو سماحة السيد القائم بأمر الله في اليمن، ليدرك ما مدى الكارثة التي نجنيها اليوم، وما هي الحالة التي يمكن توصيف الصراع بها في ظلها بأنها تأتي في صراع يمني إمامي. نعم أستاذ عبد الوهاب، ما هو تعليقك على هذا الطرح؟ إذن كل الشواهد والوقائع على الأرض تقول بأن التوجه يذهب نحو إمامة جديدة ونحو صبغة المجتمع اليمني بصبغة طائفية يعني فئوية جديدة من خلال كل القرارات والشواهد على الأرض، كيف يمكن أن تعلق؟ أنا ممكن أن أعلق على هذا الكلام بأنه يعني استخدام للحدث في اليمن لمحاولة استمرار المعركة.
مسألة أن نتحدث بأن هناك توجه لقضية صبغة إمامية أو صبغة جمهورية هي مسألة متعلقة ليس بهذا الجانب من الحديث، وإنما هي متعلقة بمسألة المسار السياسي الرسمي الذي يتم. لماذا لا يذهب الطرف الآخر صادقا في قضية التوجه لحكومة وفاق؟ هناك وصلنا نحن إلى نقطة يمكن أن نعتبرها معيارا في هذا الجانب، وهي قبل أن نتحدث عن الحل سيد عبد الوهاب سأنتقل معك إلى محور الحلول. دعيني أكمل نعم هذه فقط حتى لا ننتقل للمحور الآخر. أنا أريد أن نتوقف الآن في التوصيف، في توصيف ما يحدث. يعني الأستاذ يحيى طرح لك مجموعة من الشواهد تتحدث عن أن البلاد تذهب باتجاه معين، كيف يمكن أن نوصف هذه اللحظة إذا لم يكن العمل سلالي طائفي فئوي؟ البلاد تتوجه في الإطار السياسي المنهجي في طريق حل سياسي توافقي تراضى عليه العالم أجمع ويرفضه فقط سلطة هادي. هذا الحاصل عندما قدم والد الشيخ مقترحه كل العالم مع هذا المقترح باستثناء طرف هادي الذي يرفضه حتى اللحظة. أي وبالتالي هذا التصرف هو الذي يمنع قضية الوصول إلى دولة. المسائل الأخرى يستخدم ضدها مكبر أو عدسة مكبرة عمدا. في الأخير يعني لا يمكن على الإطلاق نحن أن 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 نسلم بمثل هذا التضخيم. ما هو القرار الذي قبله العالم كله ورفضه هادي؟ المقترح الذي قدمه والد الشيخ، والد الشيخ قدم مقترحا قبلته كل الأطراف، أطراف صنعاء قبلته كأرضية للنقاش، العالم كله تحدث عن وقوفه معه، ظل طرف هادي يرفض التعاطي معه، وهذه مواقف رسمية وعلنية، لم يعد مجال هناك فيها للأخذ والرد. إذا نبدو أنك أستاذ عبد الوهاب لديك معلومات عالمية توافقية مختلفة عن ما يبدو أن لديك معلومات حصرية مختلفة عن كل ما يعرفه الجميع. يعني كل ما يعرفه الجميع بأن المتعنت للحل السياسي هي جماعة الحوثي التي ترفض تطبيق القرار الأممي 2216 وترفض كل المرجعيات التي توافق عليها العالم. أنا وضعتك في نقطة لا مجال فيها لوجهات النظر. هناك شيء اسمه مقترح والد الشيخ قدمه والد الشيخ وأعلن أطراف صنعاء رسميا قبولها به كأرضية إلى النقاش، وأعلن الأطراف المعنية بالملف اليمني كلها دعمها لهذه الرؤية. موقف هادي أعلن رفضه لهذه الرؤية. هل يمكن أن نتناقش في أمر صدرت فيه مواقف رسمية؟ مسألة أن تظل النقاشات في قبل هذه النقطة. أنت تقصد أستاذ عبد الوهاب تقصد كبيرا لتوضيح التلاعب فيها. نعم. لكن هذه النقطة هي يعني فيصل هي تكرر. طيب أستاذ عبد الوهاب. لم يقبل هادي بهذه الرؤية التوافقية الأممية. لم يعد صدام طرف هادي مع أطراف صنعاء، أصبح الصدام الآن مع الرغبة الأممية أصلا. نعم، على أي حال يعني أنت تتحدث الآن طرح هو جديد علينا، على أي حال أن هناك رؤية ترفضها الحكومة الشرعية التي تصرح كل يوم عن رغبتها بالذهاب إلى حل سياسي، ويرفض طرف الإنقلابيين الرضوخ له والمتعارف عليه كمرجعية هي القرار الأممي 2216. في هذه الجزئية أستاذ عبد الوهاب وجيد أنك ذكرتها، هناك من وأنت قد تحدثت في إجابة سابقة عن أنه نحن إذا ما تحدثنا عن مشكلة يعني قديمة ما بعد الجمهورية فإننا سنحمل الجمهورية مسؤولية فشلها أو سنعتبرها فاشلة خلال الفترة الماضية. هناك من يرى بأن أي حل سياسي لا يحل المشكلة المشكلة بجذورها سوف يكرر ما حدث ما بعد 62 وهي عودة الإماميون من جديد إلى الواجهة ومحاصصتهم في السلطة دون حتى محاسبتهم ومحاكمتهم على أساس عادل وسليم، وهذا ما أيضا ما يتخوف منه المجتمع الدولي والمجتمع المحلي. السؤال لي نعم السؤال لك أستاذ عبد الوهاب. هو بالطبع الآن ما يجب لفت النظر إليه بأنه في الأخير كل هذه العوامل التي تتحدثي عنها أنت الآن هي عوامل محلية لم تعد محل الصيغة الدولية المرادة أساسا في اليمن.
نحن لدينا صراع إقليمي، تحولنا الآن سواء طرف هذه أو أطراف صنعاء تحولنا إلى مجرد آلات، كلما علينا هو أن نقتتل. الدماء تنزف من هناك ومن هنا يمنية، بينما الأجندات التي تحمل هي أجندات لصراع إقليمي ولصراع دولي ستتطور الآن مع الأحاديث الآن عن قضية مهاجمة الحديدة التي ستخل من موازين القوى في الداخل، وقد تتحول الأجندات إلى أجندات عالمية، وبالتالي ستظل هذه القضية ما لم يعي الأطراف اليمنية جميعا بأن قضية الذهاب إلى الوفاق هي قضية الآن متعلقة باستنكاذ البلد، لم تعد القضية الآن قضية سلطة هادي أو سلطة الحوثي علي صالح علي محسن، لا، نحن الآن قد ننزلق في طريق الملف السوري تماما. نعم الجغرافيا اليمنية جغرافيا خطيرة، ممكن أن تذهب حتى أبعد من القضية السورية. أما فيما يتعلق طيب أستاذ عبد الوهاب، سأعود إليك أستاذ عبد الوهاب، أتحول إلى سأعود إليك أستاذ عبد الوهاب، بتحول إليك من جديد أستاذ يحيى. هناك أيضا من يرى بأن توصيف الحالة اليمنية أو ما يحدث في البلد على النحو الذي طرحته أنت، برغم أن هناك كثير من الشواهد تؤكده، هو يخدم الإنقلابيين ربما أكثر ما يخدم القضية يعني اليمنية، وربما يستفيدوا منه بطريقة أو بأخرى من خلال مظلومية يعني الأقليات وغيرها من هذه الأطروحات التي يستفيدوا منها في كل الأحوال. كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ الخروج من هذا المأزق أختي الكريمة بالانحياز لخيار الصناديق، أعتقد الحديث عن أقليات وأغلبيات في اليمن، إذا أراد الإخوة الهاشميون أن يقدموا أنفسهم كأقلية في اليمن فهذا أمر متاح، بإمكانهم أن يلجوا إليه، وللأقليات حقوق ومواثيق تحمي حقوقهم، بالإمكان نتفاهم عليها إذا أرادوا أن يقدموا أنفسهم كأقلية وليس كمواطنين. نحن فقط اليوم ندعو هذه الأقلية أن تقدم نفسها كمواطنين. نحن اليوم في موقع أكثر كرما منهم بعد إجرام 1000 عام، ندعوهم فقط أن يكونوا مواطنين صالحين ونتناسى. إذا أرادوا أو يبرروا بأنهم سيستفيدوا بدعوى تقديمهم كأقلية فليس هناك أي مشكلة إطلاقا في أن يقدموا أنفسهم أقلية عرقية في البلد، والأقليات حقوق معروفة من ضمنها عدم الاستقواء على خيار الأغلبية وإلا بين الناس الصناديق. أختي العزيزة الأستاذ عبد الوهاب الشريفي تحدث عن ما أسماه مقترح الوالد الشيخ كمحطة مفصلية، لا أدري متى كانت المقترحات محطات مفصلية، لكنني سأذكر الأستاذ عبد الوهاب بسلسلة من نقض العهود ونقض الاتفاقات التي وقعت فيها جماعة الحوثي، ابتداء من مشاركتها أولاً، أو ابتداء من قضية المفصلية وهي الانتخابات التي انتخب بموجبها عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية في عام 2012، ثم التوافق السياسي الذي دخلت فيه البلاد وشد عنه الحوثيون واضطروا للدخول إليه في مؤتمر الحوار الوطني في موفنبيك، ثم الاتفاق على هيئة على مخرجات الحوار الوطني وانقلابهم عليه، ثم الاتفاق بينهم وبين الدولة في دماج وفي عمران وفي صنعاء وغيرها، ووصولا إلى مخرجات إلى هيئة الدستور التي كان الحوثيون يمثلون فيها بنصيب الأسد من بينها رئيس لجنة مشروع الدستور، وصلنا لاعتقال الدستور. أين كان الحوثيون من كل هذه المحطات المفصلية؟ طيب ألا تعتقد أن هذا هو ما مكنهم؟ لمن نعم أستاذ يحيى، ألا تعتقد بأنهم فعلا هنا تتحمل هنا الدولة مسؤولية وصولهم وتمكينهم إلى هذا المستوى من خلال كل ما طرحته الآن في الوقت الذي لم يكونوا قد قدموا أي حسن نوايا، ولم حتى يتخلوا عن السلاح، ولم يعلنوا عن أنفسهم كجماعة سياسية؟ بالتأكيد كان هناك تقصير أو قصور في فهم هذه الجماعة وفي فهم مؤامرتها على اليمن، كان هناك استغلال لظروف محلية وصراع محلي بين أطراف الثورة اليمنية في 2011، وكان هناك استغلال لظروف دولية معينة، كل هذه الأمور قادت إلى الكارثة التي شهدناها لاحقا، إلا أن اليمنيين اليوم أكثر وعيا من أي وقت سابق بخطورة هذه الكارثة التي وقعت فيها اليمن، ولا بد من المكاشفة، وليس معيبا اليوم أن نرفع أصواتنا باتجاه تشخيص هذه المشكلة، ولو كانت الأصوات حادة فليس أحد منها الدماء التي تسفك، وليس أخطر منها الكارثة التي تقع في البلاد. التخويف بالمصير السوري الذي يحذر منه الأستاذ عبد الوهاب الشرفي وبالصومله التي لطالما هدد إليها عبد الله صالح،
طيلة حكمه. للأسف الشديد اليوم نحن في وضع لا يقل سوءا عن الصومال وعن سوريا وعن غيرها من البلدان التي تعاني من حروب ومآسي، يعني يهددون اليوم بالحروب الأهلية أو يحذرون من الحرب الأهلية التي تقع في اليمن، ولا أدري أي حرب أهلية وأي كارثة وانهيار للدولة بعد المستوى الذي نعيش فيه اليوم. إذا كان الإخوة الحوثيون بجرة قلم يؤممون 7000 سيارة من سيارات الدولة بأسماء مشرفين بعد أن سرقوها سابقا كتبرير لسرقتهم لإدراكهم بقرب الكارثة، حاولوا أن يغسلوا هذه الجريمة بتمليكها بأسماء شخصية. نعم، إذا يتحدث الأستاذ يحيى الثلاية عن مشكلة تشخيص الأزمة وتسمية الأمور بمسمياتها وأنها جزء كبير من المشكلة. أستاذ عبد الوهاب الشرفي، إلى أي مدى تعتقد عدم توصيف الأمور كما هي وتسميتها كما هي يؤثر على الحل ويطيل من أمد الحرب والصراع في البلد؟ الآن ما يتم هو ليس قضية تسمية الأمور بمسمياتها، هو محاولة حرف لمسمياتها. في الأخير الطرف الآخر هو طرف خصم، ومن طبيعة الخصم أن يختلق صور غير حقيقية. هناك شراكة الآن بين أطراف أنصار الله. ما هي الصورة غير الحقيقية أستاذ عبد الوهاب الشرفي؟ أكمل الفكرة لو تكرمتي. أنصار الله الذي يتهموا الآن بأنهم يتجهوا لهاشمية وما هاشمية، لهم شريك علي عبد الله صالح، مكون طويل عريض من أكبر مكونات اليمن، ليس هاشمي. دعوا علي عبد الله صالح الآن يخرج هذا المكون ويقول بأن هناك حالة لأخذ البلد في طريق الهاشمية، وفي هذه الحالة يمكن أن نسلم بهذا الكلام. أما التسليم بكلام الطرف الخصم هو نوع من الاستخدام للانتصار في معركته أولا. في الأخير القضية هي متعلقة بتسليم الجميع بقضية التوجه إلى دولة، وأنه لن يستطيع أحد أن يحكم هذه البلد منفردا. هم الآن يعيقوا الحل السياسي، وما ذكرته أنا أتمسك به بأن هناك نقطة محددة متمثلة في خارطة ولد الشيخ، هناك من قبل بها وهناك من رفضها، ومن يتحمل مسؤولية من رفضها. من هذه النقطة نحن نحسب من هو معيق التوجه إلى الدولة ومن هو متجاوب. من هم أستاذ عبد الوهاب؟ ما هي صفة الحوثيين المتواجدين الآن في صنعاء؟ هل يمكن أن تلخص لنا صفتهم، صفة عبد الملك الحوثي، صفة اللجان المتواجدة في كل الشوارع وفي كل المؤسسات وفي واقع تجري التفاوض معها مع سلطة واقع أخرى، حتى السلطة الأخرى ما صفتها؟ انتهت التمديد لهذه بموجب المبادرة، القرار الأممي يدعو إلى التفاوض حول كل شيء بما في ذلك مسألة الحكم، الحكومة التي يدعمها القرار الأممي تم الإطاحة بها وهي حكومة بحاح، وتم إنشاء حكومة تمثل طرف واحد. ماذا عن النهب؟ ماذا عن النهب والتدريس أستاذ عبد الوهاب؟ واقع في صنعاء وسلطة واقع في عدن. طيب سلطة واقع في صنعاء أستاذ عبد الوهاب، ماذا عن اللصوصية غير المسبوقة في صنعاء لمؤسسات الدولة وإفلاس البنك المركزي على يد هذه الجماعة التي جاءت لتغطي يعني أو تعبي فراغ سياسي؟ ماذا عن تغيير ديموغرافية المنطقة العاصمة وما حولها؟ ماذا عن تغيير المناهج؟ ماذا عن تطييف المجتمع في من خلال الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي ومن خلال التعبية والتحشيد والتسليح؟ كيف يمكن أن نفهم كل هذا؟ ليس هناك لصوصية على الإطلاق، هذا الكلام تم الترويج له عمدا ونفاه المحافظ السابق للبنك المركزي في صنعاء، عمله كله مهني وفنت كل هذه القضايا التي روجت لتبرير نقل البنك المركزي كجزء من الصراع ولخنق المجتمع. ليس هناك دولارا واحدا صرف تحت مسمى مجهود حربي كما يتم الترويج له. القضية الأخرى المتعلقة بالتأمينات و300 مليار تم تكذيبها، ولا يمكن أن يكون للتأمينات مبلغ بهذا الرقم حتى يسحبه أنصار الله. في الأخير هذا الرقم هو أصول أساسا، مباني وأراضي وأسهم وما إليه، لا يمكن أن نسلم نحن جزافا بهذا الكلام. الفساد لا زال مستمر لا يمكن الإنكار، لكن يظل حجم الفساد السابق هو أضعاف ما هو حاصل. إذا أخذنا المسألة من ناحية قيمية، نعم هناك فساد من أنصار الله كما هناك فساد من سبقوهم، أما من ناحية كمية فمن سبقوهم هم تحملوا فساد أضعاف ما هو حاصل. نعم. باقي المسائل المتعلقة بإثارة مسألة التعديلات المناهج، يا أختي الكريمة هناك
لجنة شكلت من أيام هذه اللجنة، وكلها مسألة مراجعة المناهج قبل أن يأتي أنصار الله أصلاً. نعم، وهذه اللجنة أقرت بأن تتعدل المناهج على غرار أمي فاطمة وأبي عبد الملك. طيب، أتحول إلى سيد يحيى الثلاية. أستاذ يحيى، برأيك طالما ونحن ندور في هذه الدوامة، برأيك ما هي الأهداف التي يسعى إليه من يعملون على تشويش هذا المشهد وتصويره على هذا النحو؟ أعتقد الأستاذ عبد الوهاب لخص المشهد في طلبه أن نخرج ببيان من علي عبد الله صالح يقول أن الدولة تسعى إلى الهاشمية أو إلى الإمامة. أعتقد أن الحوثيون لم يعودوا يروا إلا الشيء وظله، لن يقبلوا من اليمنيين شهادة إلا شهادة علي عبد الله الصالح الذي كان إلى أمس الأول خصمهم والذي قالوا في كل شيء اليوم. وهذا يؤكد أن الإمامة تقوم على ركيزتين، السيد والعبد. علي عبد الله الصالح اليوم في موقع العكفي الذي لن اساسا هو سلم الدوله للائمه الجدد ولن يشهد عليهم بالتاكيد، وحتى شهادته مجروحه ولو قالها عليهم. ما يجري على عبد الملك الحوثي وعلى الهاشمين الجدد الذين نهبوا الدوله يجري على علي عبد الله الصالح ومرتزقته الذين خانوا البلاد والذين نهبوا نهب لا يقل عن الحوثيون الذين دخلوا صنعاء. يقول الاستاذ عبد الوهاب ان الحوثيون نهبوا مثل ما نهب السابقين وانهم يتحملوا الخطا مثل ما تحمله غيرهم. طيب، ما هو مبرر في بقائهم اذا كنتم بمبرر الفساد، بمبرر الجرعه، بمبرر ان نقض العهود انقلبتم على الدوله واجهضتم مؤسساتها وضيعتم البلد؟ ما هو المبرر لكي تعترضوا على دعوات اليمنيين وعلى دعوات الناس لكي ينتفضوا على هذه السلطه الغاشمه التي نهبت اموالنا، اموال ودماء وتاريخ الناس؟ هذه الطفره التي حصلت في تاريخ بلادنا لا يمكن ان تستمر طويلا، والاعترافات هذه كافيه وتوفر مبرر لكل ردة فعل مهما كانت عنيفة لأن تزيل هذه البقعة السوداء من تاريخنا. وبإذن الله سينتصر اليمنيون. اليوم هادي لا يكون ليس ذريعة أو سوء أداء الفترة السابقة، برغم أنكم كنتم إما كهاشميين أو كنصف المخلوع الذي تتحالف نوعه اليوم كنتم تأخذون نصيب الأسد فيها، إلا أن ذلك بإذن الله. اليمنيين اليوم قرروا أن يستعيدوا بلادهم من كل ما لحقها من سوء وتشويه على يد العكفة والإماميين. طيب أستاذ عبد الوهاب، بتحول إليك بسؤال أخير. تحدثت قبل قليل عن مبادرة قدمها ولد الشيخ، وهي يعني ربما من خلال طرحك متمسكة بها جماعة الحوثي. هنا أسألك، ما هي ضمانات التزام هذه الجماعة التي لم تلتزم في تاريخها بأي اتفاق أو معاهدة مع الآخرين؟ فقط بس أعلق على أخي الكريم في الأخير، هو يقول أن اليمنيين سيستعيدون دولتهم. أنا أعتقد المؤتمر الشعبي وأنصار الله ليسوا من الصين فقط، هم شريحة واسعة من اليمنيين لا يمكن أن يحتكر اليمنية عليه. عندما تحدثت عن علي صالح أنا أوردت هذا الكلام باعتبار أن الطرف الآخر هو خصم، والخصم لا يحق له أو لا يؤخذ على كلامه فيما يتعلق بخصمه وليس لأبعاد أخرى. مسألة الضمانات في الأخير، هناك يا سيدتي الكريمة أمرين. الأمر الأول هو المجتمع الدولي الذي يشرف على هذه القضية، ولا يمكن لطرف من الأطراف الخصومة أن يتذرع بقضية الضمانات. طيب، من المجتمع الدولي سيد عبد الوهاب كان مشرف على المرحلة الانتقالية ابتداءً. والنقطة الأخرى في الأخير، الضمانات هي قضية الاتفاقات. وافق على هذا الاتفاق، وضع أي شروط؟ لماذا لم توافق عليه مثل أطراف صنعاء كأرضية للنقاش؟ ومخاوفك ضعها في الأخير، ما يعرف بتشكيل لجان مشتركة، ما يعرف بقضية انسحاب من مواقع معينة، ما يعرف طيب على أي حال هذه هي الضمانات التي يجب أن ننطلق إليها من خلال توافق الجميع. أما مسألة التذرع بمسألة الضمانات لعدم المضي في قضية التوافق والحل السياسي، هذا هو أسلوب عملهم منذ البداية. ضمانات، مرجعيات، يعني كلام كله عام. ممتاز. على أي حال، الضمانات التي ذكرتها أستاذ عبد الوهاب هي كانت يعني موجودة في كل المراحل السابقة التي انقلب عليها أيضا الحوثي والميليشيا الحوثي والمخلوع. تحول إليك بسؤال أخير أيضا يحيى. إذا نحن نتحدث الآن عن أزمة اجتماعية تاريخية عميقة أيضا مغلفة طبعا بغلاف سياسي تلاها عمل
تغيير كبير وتجريف للهوية اليمنية وأيضا لشكل الدولة في البلد وإحلال لوظائف الدولة ونهب اللصوصية على نحو كبير جدا. هذه المشاكل التي تلت القرار الأممي 2216 لم يتم معالجتها ضمن القرار وضمن المرجعيات، كيف يمكن معالجتها حتى في حالة إذا توصلنا إلى تسوية سياسية ضمن المرجعيات؟ يعني ماذا عن ما حصل بعد 2014؟ كيف يمكن اليمنيين استعادة أموالهم وثرواتهم وهويتهم المنهوبة؟ لا حل إلا بإنهاء الانقلاب وعودة النظام القانوني وعودة الدولة السلطة الشرعية وتفعيل دور مؤسسة الدولة القانونية والقضائية والضبطية في استعادة حقوق الناس واستعادة الحقوق العامة. من خلال كلام الأستاذ عبد الوهاب الشريفي يبدو الأمور أقرب مما نتخيل هنا يعني، وخطابه الذي قدمه اليوم يحيي بأن الأمور طيبة إن شاء الله. أمام اليمنيين الصبر فترة أقصر من الماضي بكثير، وهم إن شاء الله أمام فرصة كبيرة لاستعادة دولتهم. مؤسسات الدولة اليوم تتشكل، المقاومة اليوم والجيش الوطني هم الضمانة الوحيدة. مراهنة اليمنيين على استعادة البلاد وبناء الدولة الاتحادية والوصول إلى الدستور، إلى استفتاء على الدستور ومن ثم إقرار النظام الحكم العادل الذي يرتضيه اليمنيون وفق ما ترتضيه وفق الشرعيه الانتخابيه باعتبارها ارقى مصادر الشرعيه في العالم. كل ذلك ان شاء الله اصبح متوفرا ولا مجال للاتجاه نحوه. كيف استاذ يحيى يعني باختصار كيف يمكن استعاده ما تم نهبه من وظائف ومن اموال ومن ثروات ومن اقتصاد الان اصبح يعني اقتصاد موازي بالنسبه لهم يستطيعوا ان يحاربوا فيه اليمنيون لسنوات الى الامام؟ أختي العزيزة، بيت حميد الدين رحلوا ولم يأخذوا من أموال اليمنيين شيئا، استعيد الكثير من الأموال. نعم. بقيت هناك كانتونات وجيوب مغلفة، اليوم اليمنيين تجاوزوا التغليف هذا وأصبحوا أكثر وعيا. نحن اليوم في عصر انتشار المعلومة النصر، نحن اليوم في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يعد الحوثيون في صنعاء يصدرون قرارا إلا وتابعه الناس وتحولوا إلى التندر، إلى حد التندر به. هناك رقابة شعبية وهناك يقظة شعبية. نعم. إن شاء الله ستعيد كافة الحقوق المسلوبة والمنهوبة إلى أهلها. أشكرك جزيل الشكر أستاذ يحيى الثلاثي الكاتب والصحفي، كنت معنا من مأرب ومن صنعاء كان معنا الأستاذ عبد الوهاب الشرفي المحلل السياسي. كما أشكركم أعزائي المشاهدين طيب المتابعة، نلتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد في أمان الله.